أظن بفضل الحكمة الرشيدة جلالة الملك استطعنا بأننا نحقق انتصارات سياسية كبيرة في هذا الملف، والدليل على ذلك هو بأننا كنشوف يعني نتائج كبيرة ملموسة على أرض الواقع. كنشوف افتتاح قنصليات يعني في مدن العيون والداخلة، كنشوف كاين يعني اعترافات يعني بمغربية الصحراء، اعترافات أمريكية واعترافات يعني عدة دول بمغربية الصحراء. احنا كمحامون كنظن بأن دور ديالنا غيكون فعال في المستقبل. لماذا؟ لأنه كيتم جر المغرب لمناوشات ولعدة لخلق عدة مشاكل ما بين الشركاء ديالنا في الاتحاد الأوروبي. كنظن بأننا حنايا نقدروا نعززوا المكانة ديال المغرب ونعاونوا في هذه الخدم مع في المحاكم الأوروبية وفي الترافع على القضية الوطنية.